جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يهجر أحدكم أخاه فوق ثلاث. ما حكم هجر أهل البدع بعد نصحهم؟ لا يهجر أخاه فوق ثلاث، هذا في أمور الدنيا، إذا كان بينك وبينه شحنة في أمور الدنيا فلا يجوز لك هجره، لكن إن كان ولا بد من الهجر لك ثلاثة أيام فقط، وبعدها لا تستمر على هجر، سلم عليه. أما إذا كان الهجر من أجل أمور الدين فهذا يهجر حتى يتوب إلى الله، إلى الله عز وجل، يهجر حتى يتوب إلى الله، مبتدع وغير المبتدع يهجر حتى يتوب إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض الصحابة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، هجرهم أكثر من 40 يوم، هجرهم حتى تابوا إلى الله عز وجل ونزلت توبتهم من عند الله عز وجل. نعم.